شفتوا التسجيل؟ رحتوا على المايكروسوفت ستريم؟ مين شاف التسجيل امبارح؟ دكتوري انا شفته. يعني قدرتي تدخلي عليه؟ اه ما في مشكلة. طيب والتسجيل اللي اعطيناكم اياه بري ريكوردد كمان معكم على ستريم، على التيمز حطيناه. دكتور موجود. طيب طب خلينا نبدأ نشوف. شوفوا last time كنا نحكي عن الفيدباك ميكانيزم as control systems، وحكينا الفيدباك if you have a question just ask me don't worry okay، ما ضل تخليني ماشي وبعدين تقول لي في سؤال ولا في ابصر ايش والاشي مش فاهمه. خلينا اول باول، الاصل في الشرح هو انا اكون كلكم فاتحين الكاميرات وانا اشوف كل واحد، بس صعب هيك كتار. طيب إذا كنا عم نحكي عن feedback mechanism وحكينا الفيدباك إما بكون negative or positive، وحكينا النورمال إنه يكون negative أو بكون positive، بس في حكينا في بعض الحالات exception بتكون البوزيتيف كمان نورمال. هلا أني feedback system needs three components. أول شيء you need a receptor. ريسبتور او بنسميه سنسور. The sensor you sense that the sensor senses a change does not sense the variable it senses changes in the variable. بعدين الريسبتور بودي هاي على وين؟ على الكنترول سنتر. الكنترول سنتر حكينا could be either nervous or endocrine. وبعدين from the control center it is sent to the effectors. The effectors it depends بيختلفوا على حوا الفاريبل. ماشي، اذا هذا اللي كنا بنحكي فيه امبارح. بدي احكي لما تشوفوه على التسجيل ببين الكتابة كمان مرة. دكتور ببين كل شيء ببين. طيب مليح. واحد هون من الكنترولز، لو حكينا الكنترولز اوف بي اتش، شو حكينا البي اتش؟ البي اتش بتساوي ماينس، انتوا ما شاء الله لازم تكونوا تعرفوا شغلتكم، ماينس لوغاريتم هيدروجين كونسنتريشنز او لوغاريتم واحد على الهيدروجين كونسنتريشن، وهي نفس الشيء هاي ولا هاي. عشان هيك when the pH is low معناته في acidosis، في too much hydrogen. When the pH is high في low amount of pH. ال pH normal is around 7.4. ال range ممكن يكون أقل 7.35 وممكن يكون 7.45 range normal. طيب إذا الـ pH decrease أو increase، هي increase in hydrogen concentration. Increase in hydrogen concentration معناته الـ pH is low، صار acidosis. في receptors، receptors بنسموهم chemoreceptors. Chemoreceptors وين موجودين كيمو ريسبتورز؟ اما موجودين in the brain او موجودين بالفيسلز هير، peripheral كيمو ريسبتور او central كيمو ريسبتور. They sense changes in hydrogen concentration او pH. وين بودوها؟ بودوها على control center. Control center is nervous one. بودي على المظلة بلونجاتا في respiratory area، respiratory center. بروح الاسبيراتور على الافكتورز المسلز اوف ريسبيريشن. ب
من المسلز اوف ريسبيريشن بتصير بتعدل البي اتش بنرجع كونسنتريشن باك تو نورمال. سو احنا منعدلش, وي دونت ميك ات هاير اور لوور, وي برينج ات باك تو نورمال. مهم جدا, وي دونت انكريز ات اور ديكريز ات. Then this is the feedback. It needs receptor. The receptor can monitor changes in the controlled variable. This will be sent, this input will be sent to the control center. The control center, it depends, it is nervous or neural. مثلا هون لو حكينا changes in temperature. في thermoreceptors, في temperature. وفي الهايبوثالاموس ذا ثيرموستات. زي ثيرموستات السيارة بيفتح وبيسكر according to the increase or decrease in temperature. بعديه هذا بودي وين؟ على الكنترول سنتر. كنترول سنتر ممكن يكون برين, ممكن يكون هرمونز هير or nerve impulses. من هون من الريسبتر على الكنترول كنترول سنتر, it will send it where? To the effectors. The effectors بيختلفوا من variable لvariable. إذا it will be sent to the effectors. Here effectors مثلا في حالة الحرارة, it will go to the muscles to contract. When the muscle contract or relax, they will produce heat. الكونتراكشن بروديوس زي الشيفرنج, شيفرنج الرش الواحد بصير يرجف. This will produce heat. Then if there is decrease in the temperature, drop in the temperature, this will go to the muscle to contract and shivering to produce. لو كان increase in the temperature بتروح على السكن, تعمل vasodilation of the vessels in the skin, بصير loss of heat. فthis is how it works. Decrease in temperature or increase in temperature. نفس الشيء بأي variable تاني. إذا الفيدباك normally negative. Positive is incompatible with life, but there is always exceptions. فممكن يكون الاكسبشن into positive. حكينا النيجاتيف هون stimulus opposite of response. The positive, the stimulus, same direction. To response. نفس الاتجاه. زايد بيزيد, بنقص بنقص. هلا هون ممكن يكون positive or normal. يعني إذا كان positive, it will strengthen or reinforce the change. إذا إذا increase, it will increase, decrease with this decrease. واحدة من النورمال and it is positive is normal childbirth, والولادة. شوف بالولادة مثلا, بحالة الولادة لما توصل الست حوالي 40 weeks of pregnancy عندها حامل, بتصير عندها uterine contraction, انقباضات الرحم. تتصل في الدكتور بتقول له والله يا دكتور في عندي انقباضات, ولا كل كام؟ بتقول له والله كل every 3 hours مثلا, كل 3-3 ساعات بيجي انقباض, ولا لسه بدري. تتصل فيه بعد شوي بتقول لا صاروا كل ساعتين.
لسه بدري يصير كل ساعة لسه بدري، بعدين بجوز كل نص ساعة، بعدين مهرمش زي ما أنا شايفين كانت الكونتراكشن ويك. إذا كانت الكونتراكشن ويك صارت سترونج، صارت سترونجر. طب لو ما صار هيك، لو بعد الولادة، لو عند الولادة لما صارت في كونتراكشن ضبطناها، كونتراكشن ضبط بصيرش ولادة، فلازم يصير الكونتراكشن ويك سترونجر 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 عشان يصير ولادة. إذا هذا this is positive feedback and this is normal otherwise. فاللي بيصير إنه these should be logical things، شيء منطقية. مثلا إشي تاني ممكن يكون positive normal blood clotting. blood clotting بيبدأ بؤرة صغيرة، هاي كلوت، هاي الكلوت تكبر بعدين تكبر أكثر، زي إيش؟ زي كرة الثلج دحرجها بضل تكبر. But this is blood clotting starts as a nidus وبتكبر. فهذا كمان it is a positive feedback, but this is a positive feedback in the context of negative. يعني الأصل يكون إذا في bleeding you have to stop it. كيف you stop it? You stop it by clotting. بنسكر محل مثلا هاي vessel هيك، كان bleeding هون، bleeding loss of blood. تيجي هون الكلوت، هاي الكلوت it will close the site of bleeding، بوقف. فإحنا لما وقفنا الـ loss of blood كان negative control، بس لما صار الـ clotting كان positive. فـ it is positive in the context of negative. Sometimes this they call it adaptive feedback. Adaptive feedback, okay؟ هاي مثلا هون فيدباك زي ما حكينا امبارح، كنترول اوف بلاد بريشر. بلاد بريشر في بارو ريسبتورز موجودين بالفيسلز، هاي هم هون. They sense a change in pressure. They will send it to the brain. البرين هناك في cardiovascular center. CVS cardiovascular centers. من الفاسكولار cardiovascular centers it will be sent to where? Little blood vessels. إما vasodilation أو vasocontraction constriction. The response to the blood vessel and heart بعدلو إذا كان في زيادة، إذا كان في زيادة في ال pressure the response يصير decrease in the pressure. إذا كان decrease in temperature stimulus the response to increase. So this is a negative feedback. إذا هون مثلا هاي زي ما حكينا blood loss. Blood loss heart under pressure بصير blood loss severe blood loss ممكن drop it in
pressure, cell receives oxygen, ممكن blood loss يؤدينا إلى weaker heart, weaker bombs, blood pressure falls, ممكن يؤدي إلى death. كيف بنوقفه إحنا؟ بنوقفه بالكلوتينج مثلاً. إذا هون blood loss بنوقفه بالكلوتينج. فالكلوتينج is positive. بس in the context of negative control. In the context of negative control. فممكن يكون هيك. طيب. To measure the effectiveness of any control center, feedback center, we measure the effectiveness by something called gain. Gain of the system. فالgain شو بيساوي؟ Gain equals correction over error. Correction over error. نفترض انه مثلا هون المين arterial pressure بيساوي تقريبا 100 مليمتر mercury. For some reason ارتفع صار 120. إذا صار 120 فرضا هون بنزله البارو ريسبتورز اللي تأثرت بتنزله بنزل مثلا بنزل بصير 105. في هاي الحالة كم الكوركشن؟ الكوركشن 120 ماينس 105 يساوي 5. إذا هون 5 سوري 15 الكوركشن. إذا الكوركشن 15. Still there is an error. الايرور اللي هو 105 ماينس 100 يساوي 5. This is 5. إذا كم الجين؟ الجين is 3. This is low gain. And this is in fact the gain for the nervous system. The nervous system has low gain. بس لو فرضنا إشي تاني هون. لو فرضنا نزلناه بدل 100 هون 120 نزل السيستم الثاني نزلوا ل 100.0001. اذا هون الكوركشن بيساوي تقريبا almost 20. الايرور almost 0. الجين في الحالة بيساوي infinity. High, very high gain. Then which system is better? High gain ولا low gain? High gain. Then high gain is a better and more effective system. More effective control system. More effective. than low gain. فهيك احنا عرفنا كيف نشوف منفرق بالإفكتيفنس of. طب احنا حكينا عن imbalance of this homeostasis. This homeostasis ممكن تكون moderate. إذا كانت moderate بالفيدباك it might be corrected. Corrected وهذا بكون الزلمة عاش كويس. هلا هذا بيكون له اي ديسيز هون ديسيز صار اي ديسيز له اعراض ساينز وله علامات هون علامات الساينز وله اعراض سيمبتومز
فإحنا بنعرف الأعراض هي objective changes such as fever وما يقول لك والله أنا عندي حرارة أو عندي أبصر إيش بتقيسها بتطلع حرارة بتشوف السويلينج. بس لما يقول لك والله عندي وجع راس شو بعرفك كيف تقيسه، هذا subjective. هلا إذا كان الإمبالانس سيفير إمبالانس زي ما حكينا قبل شوي شو ممكن أدي إلى death، ممكن أدي إلى death. أوكي طيب هون بنيجي على السيستم الثاني اللي هو ترانسبورت. When you say transport هون transport from outside to inside دخل هون or transport from inside to outside this is transport ماشي. إذا transport through cell membrane عشان هيك we need to study the cell membrane before we go to the transport mechanisms. بيهمناش الخلية، أنا عارف you have already taken the cell membrane too many times، بس إحنا خلينا ندرس الممبرين. هاي الممبرين الممبرين mainly is phospholipid bilayer. The membrane is phospholipid bilayer. ليش phospholipid؟ لأنه شوف الممبرين هون الفوسفوليبيد فيه hydrophilic head وفي hydrophobic tail on outside. هون inside في water و outside في water، فما بيحل المشكلة إلا إذا كان هون هاي الهيدروفيليك هيد وهاي الهيدروفيليك هيد والمقابلين للبعض هيدروفوبيك. For this is the membrane is mainly phospholipid. في polar head في fatty acids hydrophobic tail. نفس الشيء polar head hydrophobic tail. So this is the composition of the cell membrane. There are other substances in the cell membrane. There are the proteins. Highly protein. There are two kinds of protein. There is called something called integral protein or sometimes we call it structural protein. Why? Because this protein is included in the structure of the membrane. High membrane. So it goes all through and through. High integral protein. All through and through. So when you say integral structure, it means it traverses the whole thickness of the membrane, the whole thickness of the membrane. Or the protein could be here, peripheral protein, or بنسميه surface protein. Surface, هاي كمان هون surface. Outside or inside. So the proteins are two types. How much protein in the cell is? It depends on the cells. Some cells they have 40% protein, some cells have 60%, some cells have 10%. So it depends on the function of the cell. So it's not that constant. Other than a protein, we have carbohydrates. If the carbohydrates, they are connected here with protein, we call them glycoprotein. Our carbohydrates, they are connected to the lipid, to the phospholipid bilayer here, we call it glycolipid. So carbohydrate, either they are connected to the proteins or they are connected to the lipids. Okay?
طيب نرجع نشوف الـ functions of the proteins. إذن the plasma membrane forms the outer boundary, outer side, plasma lemma sometimes. They separate the internal environment from the outside environment. It is selectively permeable. It's not permeable to all substances, and it plays a role in cellular communication. The cell membrane is flexible, not rigid. So, and it depends on the arrangement of proteins. It lipids acts as a barrier. Proteins, هلا البروتين نشوف شو وظيفة البروتينز. غير البروتينز حكينا فيه كمان كربوهيدرات. إذا البروتين الأولاني إما بكون integral protein here that traverses the whole thickness of the membrane. أو بنسميه حكينا structural the same. That's transmembrane protein. Most integral protein are span the entire life. أو peripheral protein. وبنسميه surface protein. ممكن نفس الشيء. Surface protein. What are the function of proteins here? Our function of protein, the protein might form a channel. Channel for ions, مثلا sodium channels, potassium channel, calcium channel. These channels are specific. If you talk about sodium channel, they permeate sodium. If you talk about potassium channel, they permeate potassium. Or could be transporter. Sometimes some substances here, when we talk about transport, we will talk. Some substances, they cannot pass easily through the membrane, so they have to have a carrier or transporter. These proteins here, they act as carrier. They carry this substance from outside to inside or from inside to inside. كمان هون لاحظ انه specific carrier. It's not for every. For every substance there is a carrier. Could be receptor. Receptor for what? Receptor for acetylcholine, for neurotransmitters, for chemicals. And كمان هون these receptors are specific. Specific that binds. It's كمان for hormones. ماشي؟ طيب these receptor, this protein could be enzymes. Enzyme, مثلا هون لما نحكي عن disaccharides. Disaccharides واحد منهم سكروز اللي بنحلي فيه الشاي مثلا. السكروز هاد لا يمتص. It's not going to be absorbed. What is that? This is disaccharide. لا يمتص. You have to break it down. By what? Disaccharidase. طيب هذا السكروز شو بده؟ بده سكريز. بحطمه إلى جلوكوز بلس فركتوز. هدول مونوساكرايز يمتصوا. طيب شو هو الدايساكرايديز هذا؟ الدايساكرايز عبارة عن membrane protein on, especially in the inside or outside, especially peripheral protein. So this is a enzyme. كمان هذا specific. مثلا عم تحكي على lactase بيشتغل على lactose. Maltase بيشتغل على maltose. لما نحكي sucrose بيشتغل على sucrose. But this is the enzyme. Or could be cell identity. Cell identity is who are antigen. Is who عبارة antigen عبارة عن membrane protein.
ممبرين بروتين، مثلا تحكي عن تطعيم، تطعيم شو بيساوي في تطعيم مثلا كورونا؟ بياخذوا جزء من هذا البروتين اللي على السيل ممبرين وبيحقنوه بالشخص. الشخص شو بيسوي؟ against it هو cell identity، يعني هذا specific، بيسوي antibodies. إذا distinguish your cells from other cells. عشان هيك مثلا لو لا سمح الله واحد بده ياخذ كليه من واحد ثاني، شو لازم يفحصوا؟ لازم يفحصوا الانتيجنز تبعونه ويشوفوا انه في توافق. بصيرش انه ناخذ كليه من واحد والانتيجين بيختلفوا، اوب بيحقنوها في واحد ثاني، بعد اسبوعين ثلاث بصير ديث، لما بصير رياكشن هذا الانتيجين سوى انتي بودي والانتي بودي كسرت الكليه. فهذا ما بيصير. افضل شيء للاورجن ترانسبلانت التوينز، يعني اللي هو التوائم، او هذا البروتين يكون سيل لينكر، ات لينكس سيل توجذر، ات لينكس سيل توجذر. سو ذيس ار ذا فانكشن اوف بروتين. اذا في هنا جلايكوبروتين، كربوهيدرات من بروتين او جلايكوليبيد، اذا جلايكوليبيدز او جلايكوبروتين، هذول كربوهيدرات. كمان الكربوهيدرات ما بتشتغل لحالها، بتشتغل مع الليبيد او مع الهاب. زي مثلا واحد من الانتيجنز اللي هو جلايكوبروتين، جلايكوبروتين، جلايكوبروتين انتيجن زي اي بي او groups. الA antigen عبارة عن glycoprotein. الA antigen والB antigen والAB and so on. So this is the The proteins here, they might be ion channels. وهدول كمان specific دير بالك. أو could be transporter. Transporter carrier يعني بيحمل المادة من محل بيوضيها لمحل تاني، لجو من جوا لبرا ومن برا لجوا. Selectively move the substances through the membrane. وكمان هذا ترانسبورتر سبيسيفيك. او كود بي ريسبتورز حكينا سبيسيفيك، كود بي انزيمز سبيسيفيك، انزيمز فور كيميكال سبستانسز. سيل ايدنتيتي ماركرز، الانتيجنز، الانتيجنز عبارة عن سيل ميمبرين بروتين. على ما نحكي مثلا المطعوم الانفلونزا او مطعوم، هو عبارة عن بياخذوا جزء من البروتين تبع الخلية تبع الميمبرين وبيحقنوه بهالشخص. الشخص بكون عنده انتي بوديز، اذا بيجي ثاني مرة هذا الانتيجن بحطمه. فهذا this is cell identity، يعني هذا اللي بتحكم في السيل. ماشي، في اي سؤال لحد هون؟ في اي سؤال دكتور؟ بس ممكن تعيد يعني شو هو cell identity markers؟ cell identity الانتيجين، يعني هو identity، يعني انت مثلا عندك ID. شو معنى ID؟ هوية شخصية. الهوية الشخصية هاي مش هي اللي بتعطيك الايدنتيتي تبعك، اسمها ID. اسمها ID. تمام. فهذا نفس الشيء، هذا البروتين specific for the cell. So this will characterize the cell. عشان نسميه ايدنتيتي ماركر، هذا اللي بيخلينا بقولنا هذه الخليه تختلف عن هاي الخليه، تختلف عن هاي الخليه.
So unless I'm بقول لك unless you are an identical twins دائما السيلز ال identity ال antigens تكون وهي antigens. ماشي. أي سؤال آخر؟ إيه دكتور كمان سؤال. بس بالنسبة للنيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك أنت حكيت إنه النيجاتيف تكون stimulus opposite of response والبوزيتيف same. هذا التنتين وصولا للنورمال يعني بكونوا ولا لا؟ في الطبيعي إنه يكون نيجاتيف. هل كان بوزيتيف يكون exceptions؟ ممكن يكون بوزيتيف بس exceptions يكون بوزيتيف. بس في الحالات الطبيعية الطبيعية لازم يكون نيجاتيف. عشان يوصل للنورمال. بوزيتيف سوى أمراض. تمام. طب دكتور لو اجانا سؤال مثلا انه هل نعتبر البوزيتيف فيدباك انه نورمال ولا مش نورمال يعني مثلا ايش بدنا نحط يعني ولا بنحكي نورمال with exceptions؟ انت اذا بيجيك الاكسبشنز بيقول لك هذا احنا بنحكي لك عنه بس لا الاكسبشنز انه انت بتحكي ابنورمال بسوي امراض ما بيجي هذا السؤال هيك انه هذا نورمال ما بيجيش هالشغله ماشي دكتوره تمام دكتور طيب هلا بدنا نحكي عن ترانسبورت ثرو ذا ميمبرين فبتحكي عن ميمبرين بيرميابيليتي فالميمبرين is either permeable or impermeable لما يكون permeable يعني هاي السبستنس شو لازم تكون لبيد soluble عشان تفوت جوا ايش الليبيد باي لاير اذا permeable يكون ليبيد soluble زي ايش الليبيد soluble gases oxygen is ليبيد soluble carbon dioxide nitrogen steroids هرمونات and زي مثلا impermeable for glucose for ions it is impermeable for ions على هدول ال transmembrane proteins ممكن يسوي channels حكينا ال channel إذا فتحت يكون هذا الممبرين permeable لهذا وكمان ممكن يسوي transporter to assist the entrance of certain substances for example glucose transporter أو carrier بيحملوه من outside بدخلوه inside بيعودوا يلفوا بيحملوا واحد تاني بدخلوه زي ما تقول والله هاي معدية بتعدي هالناس من الشقة للشقة بتحمله بتوديه هون بتحمله بتوديه هون فهذا transporter أو carrier زين هذا ال permeability البيرميابيليتي او الترانسبورت نوعين اما باسيف او اكتيف باسيف مرات بسموه داون هيل يعني نازل من فوق لتحت والاكتيف بسموه مرات اب هيل هون داون هيل with concentration gradient يعني مع الفرق من higher to lower هون uphill بالعكس from lower to higher طب كيف بدي اقسم من lower يعني مثلا المي بتيجي من فوق من الخزانات للارض للعنة للحنفيات downhill طب لو عندنا خزان بدنا نرفع المي لفوق السطح شو بدنا نستعمل مضخة مضخة بتشتغل على ايه؟ على الكاز على البنزين على الكهرباء اذا هاي هون الاب هيل هذا الاب هيل needs energy هذا الداون هيل no energy need needs
No ATP, ما في ATP, بدش ATP هون. ماشي. Then this is the difference كمان. Then passive substances moves across the cell membrane without the input of energy and it uses the kinetic energy, الطاقة الكامنة, الطاقة الحركية. Active process, it needs energy. Why? Because it moves substances against concentration gradient. Against concentration gradient. هون with the concentration gradient. طب نبدأ أول شيء بالباسيف here. The simplest passive is simple diffusion. Simple diffusion. Simple diffusion, if you talk مثلا هون هاي بيكر حطينا في نقطة حبر هيك, شفت بعد شوي صار homogeneous, تشرت. لو مثلا واحد فتح عطر, قنينة عطر بآخر المدرج هيك, افتح قلتين انتشر, كان محشور عطر, محشور concentrated, انتشر far from higher concentration to lower. This is simple diffusion, انتشار البسيط. هلا احنا لما نحكي عن الممبرين, لما نحكي عن through the membrane, بنحكي from higher concentration to lower concentration, these substances have to be libid, soluble. إذا مش libid soluble بتمرش خلال, بتمرش خلال الممبرين إذا ما كانش libid soluble. Then it has to be libid soluble substances. طب what are the factors that affect diffusion? ايش هم الفاكتورز؟ اول اشي concentration gradient. كل ما كان ال concentration gradient أعلى بيمشي أسرع, from higher to lower. إذا بيعتمد على concentration gradient. How steep, here steepness of the concentration gradient. كل ما كان أعلى بيمشي. طيب إشي تاني بيعتمد على إيش؟ surface area. through which this substance diffuses. كل ما كانت surface area, مساحة السطح أكبر, الانتشار يكون أسرع. شوف لو تيجي لللنج, surface area of the lung is about 700 to 500 to 700 square meters. لو تفرد هالالفيولاي, تفرد الحويصلات الهوائية تبعت اللانج, فرد هيك على السطح, بتلاقيها قطعة أرض كبيرة ما شاء الله, 500 متر ل 700 متر مربع. عشان هيك الانتشار of oxygen CO2 through the lung is very fast. هذا بصيرش لما يصير في disease باللانج, لو واحد بدخن, مدخنين السوبر كرونيك سموكرز, بصير عندهم decrease in the surface area, يصير عندهم decrease in the oxygen and increase in the CO2. ماشي. غيره دكتور. يس. ايش قصدك السيرفس اريا لايش؟ مساحة سطح لايش؟ الممبرين, هاي الممبرين هيك. ماشي. substance it move rather than other. تمام فهمت دكتور. تمام خلص. مساحة سطح الخلية اللي المواد بدها تمر عبرها. هاي انسايد. السبستانس بدها تمر هون, من هون, من الخارج الى الداخل. هلا هاي مساحة السطح اللي بدها تمر فيه ممكن تكون قليلة, ممكن تكون كتيرة, من خلية لخلية. يعني عم تحكي, لما تحكي عن اللنج
افرد اللنج كلياتها اللي بيصير فيها transport of gases from the blood vessel to the alveoli or from the alveoli that contains air to the blood vessel through this membrane اسمه respiratory membrane. فالاريا كتير كبيرة، بس لو الاريا كتير صغيرة بتكون غير. تمام دكتور، يعطيك العافية. أهلين. غير السيرفيس اريا شو كمان ممكن يكون؟ solubility in lipid. مش كل substances they have the same solubility. لو اجينا عن الغازز مثلا CO2 CO2 is حوالي 24 times more soluble than oxygen. ماشي. The solubility in lipid يعتمد كمان molecular weight. السبستانس الصغيرة بتمر أسرع. فالديفيوجن هون ديفيوجن is inversely proportional to the مش بس هون to the square root of the molecular weight. كمان الممبرين thickness of the membrane نفس الشيء diffusion ناسب تناسب عكسيا مع thickness. كل ما كان thin بكون أسرع، كل ما كان thick بصير أبطأ. وهذا اللي بيصير زي ما حكينا مع اللانج المدخنين، المدخنين السيرفيس اريا بتقل والممبرين بيصير more thick، عشان هيك they will suffer from abnormality in the oxygen CO2 concentrations. آخر شيء مثلا كمان بيعتمد عليها التمبرشور. كل ما كانت التمبرشور أعلى بتكون الكاينتيك انرجي يعني الحركة الكامنة أو الطاقة الحركية في السبستنس تكون أعلى. فكل ما كانت التمبرشور أعلى يعني هون ديفيوجن بتناسب تناسبا طرديا مع التمبرشور. ماشي هيك. اذا انت هون ممكن تساوي قانون، تساوي ديفيوجن is directly proportional to delta C the concentration C1 minus C2 concentration gradient وتضربه بالاريا مثلا او سيرفيس اريا اس تضربه في البيرميابيليتي كمان ان ليبيد وبتقسمه على سكوير روت او مولكيولار ويت وبتقسمه على الثيكنس. وهذا اللي بيسموه fixed law of diffusion. Fixed law of diffusion. إذن شوف هون. هاي هون substances they pass by simple diffusion and non-simple diffusion. On lipid
soluble substances like what? Tail gases. Oxygen, CO2, nitrogen, steroids, steroids they are lipid, fat soluble vitamin. Anumal fat soluble vitamin D, E, A, K. هذول fat soluble كمان بمروا خلال الممبرين. Alcohol is lipid soluble, ammonia is lipid, glycerol. They pass through the membrane. Non-lipid soluble اللي هو sodium, potassium, calcium, هدول they need a channel, high channel. If the channel is open, شرط إنه channel يكون open. إذا كان open, it passes by simple diffusion. ما في ما إشي بعارض. Simple diffusion. Short and channel has to be open. And open or closed, can these channels could be gated channel. Gated, يعني إيش معه في gate. والgate بتفتح بتسكر ممكن يكون voltage ممكن يكون ligand gated. دكتور. دكتور ممكن سؤال؟ تفضل. طب ليه اللي فوق ما بيحتاجوا تشانل بينما اللي تحت نيد تشانل يعني؟ مين هم فوق؟ هدول؟ اللي فوق. هدول دكتورة؟ ايوه بالضبط دكتور. هدول هون they are lipid soluble هون بذوبوا في الليبد. إذا بذوبوا في الليبد بمروا خلال الليبد هون by layer easily they pass through. بس هدول they are lipid insoluble. ماشي. If they are lipid insoluble they don't pass through the membrane لأنه بذوبوش في الممبرين. ماشي دكتورة؟ دكتور تمام وصلت شكرا. فات سوليبل فات سوليبل فيتامين هدول اللي ممكن يمروا بس فيتامين سي فيتامين بي they don't pass the اصل because they are water soluble. Any question؟ لا دكتور. تفضل دكتور. هسا اذا كانت مور ثيكنس راح يكون الديفيوجن ابطا. تمام. لما تكون الثيكنس يعني سمك الممبرين قليل بتمر بسرعه. يعني انت بدك تقطع انت بدك تقطع شارع عرضه 10 متر. انت مين اسرع تقطع شارع عرضه 5 ولا تقطع شارع عرضه 10؟ ريهان انا عندي محاضرة بحكي معك الله يرضى. ايه طيب بس بلعتي لها ماشي شكرا الله يسعدك. بدك تقطع شارع 5 متر ولا 10 متر مين اسرع انت تقطعه؟ 5 متر. مش هيك؟ اكيد. صح. طيب اي سؤال اخر؟ تفضل يا دكتورة كنت بدك تحكي. لا دكتور خلاص وصلت شكرا. إذن هون diffusion هاي diffusion fixed law of diffusion حكى إنه كلياتهم هاي inversely directly proportional to the concentration gradient solubility in lipid inversely proportional to the square root of the molecular weight هيك molecular weight و inversely proportional to the thickness of the membrane fixed law of diffusion J how much can diffuse equal P permeability in lipid C2 minus C1 is concentration gradient. S is the surface area. And this is, هلا ممكن تحطه بالشكل تاني. J بتساوي D. D is the diffusion coefficient. والديفيوجن coefficient بياخذ بعين الاعتبار solubility in lipid وبياخذ بعين الاعتبار المولكيولار weight.
واخذ باعتبارهم كلياتهم. ماشي، هاي هذا ايش ديفيوجن. هلا اخر ثاني شغله الديفيوجن، في اشي غير سمبل ديفيوجن. سمبل ديفيوجن ثرو ليبيد باي لاير، الاذر كايند اوف ديفيوجن ثرو شانل، بس هذا شانل هاز تو بي اوبن. اذا كانت اوبن الديفيوجن از سمبل. طيب مرات في substances big substance زي هيك مثلا الجلوكوز ما بيقدر يمر، شو بده ترانسبورتر. او بده ايش كارير، فهذا الكارير بيحمله من فوق من برا مثلا بيدخله لجوا، وهلو مجرد بيحمل من برا بضل داخل جوا بعد يلف بياخد واحد تاني. بس هاي ترانسبورتر مثلا ليميتد، عندي 500 ترانسبورتر 500، بس انا هون عندي 1000 مولكيول، كم بنقدر نمرر احنا؟ 500، لانه بعد هدول بيلقطوا 500 خلص شو بصير عنده؟ ساتوريشن. So this kind of transport is saturable، بصير ساتوريشن فيه. ليش؟ لأنه limited number of transporter. دكتور ليش 500؟ ولا قديش بدك تمرر؟ إذا عندك 500 مولكيول بيجي هون عندك 1000، 500 منهم بلقطوا في هالترانسبورتر، وال500 الثاني وين بيكونوا؟ فري، ما بلقطوا. قديش بيقدر يمرر؟ 500. طيب لو احنا حنا ال500 حطيناها هيك احنا، بس لو مثلا لو في 1000 بمرر ال1000، لو 1500 بمرر ال1000، بضل 500 برا مش هيك؟ فعددهم حو عددهم احنا عددهم ليميتد. يعني هون دائما الكونسنتريشن 1000، دائما 1000، اذا هو بيقدر يمرر 500 بس اللي هو بلقطهم، وبرجع بمرر 500 بضل ال1000. يعني هذه اتس كونتينوس، مش يعني 1000 مررنا وبدنا نجيب 500 ثانيين، لا دائما 1000 بمرر 500 منهم، دائما 1000 من 500. طب لو كان الكونسنتريشن 400 هون، شو رايك يا دكتور؟ شو بصير؟ بمررهم كلهم، لانه هو بيقدر يمرر 500، في 400 مش بمررهم؟ بمررهم بضل مع 100 زياده كم. يعني مثلا قاعه بتسالك 100 طالب، في برا 150، لازم احنا ندخل 100 ونخلي 50 بعدين ندخل الاول مجره. ماشي، فهذا ساتوربل، صار فيها ساتوريشن. ساتوريشن ايش معنى ساتوريشن؟ اشباع. فهي الترانسبورترز اما سمبل ديفيوجن ثرو اند ثرو ذا ميمبرين، هاي ليبيد سوليوبل، وهاي ايش؟ جازز، او شانل ميدييتد، ذيس از سمبل كمان. Through the channel has to be open channel. The closed may be more. أو carrier mediated. بس بالcarrier mediated في limit في transport. Maximum. في maximum limit of transport. نسميه T max. أو مصارات بسوي V max، velocity maximum، V velocity. ليش؟ لأنه limited number of transporter. هاي هون، هاي الشانل، هاي الشانل هون لو كانت open، هاي الجيت بواب open بمر البوتاسيوم، closed ما بمر. إذا open diffusion is simple diffusion.
مرات بسميه channel gated, channel gated أو channel mediated diffusion, بس it is like simple diffusion, ما بيختلف. هاي هذا facilitated أو carrier mediated. Facilitated diffusion يعني مسهل. شو اللي سهله؟ سهله هذا الكارير. سهل الكارير ترانسبورتر. مرروا من higher concentration to lower concentration. Does it need energy? No, no energy need. يعني من higher للower. من higher للower. بس شو بحتاج؟ Carrier. لأنه بحتاج carrier والcarrier limited. Then they have T max, transport maximum. They have higher maximum ability to transport. هاي هون نرجع لهم, هاي هيك, هاي الكارير ميدييتد, هاي هون, هاي هون بدينا من هون اتحد مع الكارير, هاي هون مرروا طلعوا لجوا, اذا من برا لجوا 1 2 3, كمان مره عشان نخلص المحاضره هيك, هاي هون, هاي هون اجا تحت مع الريسبتر, الريسبتر او الكارير ترانسبورتر, دخلوا جوا, دخلوا جوا. This is how they work. اذا simple diffusion is directly proportional to concentration gradient, حكينا solubility, inversely proportional to the square root of molecular weight and thickness. Facilitated diffusion is saturable, يعني في عنده ترانسبورت ماكسيمم. شوف لو سوينا هون قارناهم, بس بكي كتاب بس قلص هون قارناهم, هاي هون حكينا حطينا على الاكس اكسس كونسنتريشن جراديانت وعلى الواي اكسس ريت اوف ديفيوجن. نشوف هون السمبل ديفيوجن كيف بيصير, هاي السمبل ضل ماشي as long as there is كونسنتريشن جراديانت, بضلوا ماشي, ضلوا يطلع فوق فوق فوق, ما بوقفوا, فيش شيء اسمه وقفوا. شوف هون الفاسيليتيتد بيمشي هيك, لما يوصل التي ماكس بوقف. اذا نرجع لهم هون, هاي السيمبل, هاي ترانسبورت فاسيليتيتد, هاي السيمبل, هاي الفاسيليتيتد. فاسيليتيتد عنده هون تي ماكس, او بنسميها فيلوسيتي ماكسيمم, فيلوسيتي ماكسيمم ما دام له كارير والكارير ليميتد. ليميتد باي وات هير, وات ليميتس, وات ليميتس ذا ماكسيمم از ذا نمبر اوف كارير. Number of carriers, بالضبط. Number of carriers, this is what limits the transport maximum. هنا بنيجي بعديها osmosis, إن شاء الله بكرة بنكمل على osmosis. في أي سؤال؟ سوري تأخرنا عليكم 5 دقائق. دكتور أنا عندي سؤال. بس دكتور في مجال, بس رجع الرسم اللي فيها كان كارير ميدييتد والترانسبورت ترى اتوقع ميدييتد. ارجع الرسم هلا, كيب هاي, لا اللي كان فيها الثلاث اللي هو السيمبل والكارير ميدييتد, ايوه هاي هي اللي حطيتها هسه. دكتور هسه بس يعني الفرق ايش اللي هون, الفرق بين الكارير ميدييتد والشانل ميدييتد, يعني هذيك فيها الكارير والثانيه هاي فيها مثلا هون بوتاسيوم شانل بتمرر البوتاسيوم, صوديوم شانل بتمرر الصوديوم, كالسيوم شانل بتمرر الكالسيوم, تمام. ممكن تكون كلوز ما بتمرر, اذا فتحت بتمرر from higher to lower, اذا فتحت, اذا open channel
The diffusion is simple. ما إله دخل في fish carrier. ما في T max أو V max. تمام. في أي سؤال آخر؟ طيب. خليني أوقف التسجيل بالأول. دائما